ذكيه كثير من فيليكس، خلى العربيه تلقط بالاول شوي، مشي 4 5 متر تلقطه دريبل مضبوط، بعدين عطى كل الاحصنه. انت بتحب تعلقنا هون شوي على الفوضات، عم شايفك عم تضحك كثير. بالفعل كنا شفنا شوي سواقه كثير حلوه من فادي حايك اللي عم يستعمل تكنيك او سياسه جديده، وهون عم نشوف من فيليكس درفت كمان مره. سواقه حلوه فيليكس، اكيد مثل ما قلنا انه هو راح يعطي قد ما فيه، لانه هي اخر فرصه له. والفرق بينه وبين جان بيير ثانيه ونص. هون ايدي بتصور هو مأمن المركز الثاني هلا. بتصور مأمن المركز الثاني، عم بجرب يأمن مركز اول هلا. بنخلي هالشيء لكم، بس ما فينا نقول انه برافو فيليكس عم بيفوز. هيدي سواقة نزول، بنذكركم انه هيدي نزلة عم بينزل بسرعة عالية كثير. نحن بدنا نعرف من صوت الموتور اللي بنسمعه لايف هون، ما عم بيشيل كثير سريع. شفت مرمى عربية أول مرة عم ولكن عم نشوف انه سيارته ضرب البوز من قدام، ما بعرف شو بيكون صار له. يعني ما فينا نتنبا، بس سمعنا ضربه. بتمنى انه ما يكون الكارتير او الموتور من تحت، على كل شو ما كان يتخلص. يعتبر انه هذا السبق هلا عم نشوفه عم تنزل. ضرب الكارتير، بتصور ضرب العربيه، يعني ريزرفوار او مجمع الزيت اللي العربيه بترقد فيه زيت وترمبت الزيت. ما بعرف اذا هذا سبب شيء كسر بشي كرسي من الموتور، او خلى يفلت شيء شغله بالسسبنسيون او بالميزانيه الادمانيه، هلا بنعرف بعد شوي. بس هالشيء اكيد اثر كثير على سرعته، وشفني خفف. بتصور على كل ننطر وقته ونشوف شو عميل، بس بتصور الوقت الاولاني هو اهم من هذا. اكيد حماس زايد عند فيليكس، ولكن غلطه صغيره بتروح على الانسان سبق. ايدي اذا بدك تسميها غلطه، هي والزلمه عم سبق، اذا عم بيسرع. هلا هالعربيه يمكن ما محضره كفايه تتنط هيك نطه، او زيد شوي زياده نطته هو. ما فينا نقول انه غلطه، انا ما في سميها غلطه، ما بعرف. بدنا نشوف هلا شو صار مزبوط، يمكن هالعربيه. إذن مثل ما عم تشوفوا على البوديوم رقم ثلاثة أو ثالث بالترتيب، فادي حايك رقم اثنين، فيليكس